لماذا تفشل حركة إصلاحية؟ لماذا؟ حتى حركة السيد الإمام قدس الله نفسه وهذه الثورة العظيمة المباركة التي قامت في إيران، ولكنه ما استطاعت أن تغير من جوهر الواقع الموجود في حوزة قم فضلا عن حوزة النجف. ولهذا أنتم روحوا اجمعوا ما قاله عن حوزة قم السيد الإمام، ستجدون ماذا كان يئن عن حوزة من حوزة قم قبل أن يئن من الحكم الشاهنشاه. انظروا اقرأوا. وما استطاع أهمة أن يكون في علمك، لا هو ولا خليفته أبدا ما استطاعوا، هذا الحوزة باقي على حالها وعلى دروسها وعلى وضعها، وبالا أحد يستطيع أن يقترب ماذا من الخطوط الحمر فيها. ولكن مع الأسف الشديد بدل أن يعينوني على هذا المشروع ماذا فعلوا مولانا؟ ها؟ وقفوا أمام هذا المشروع، ضيقوا علينا كل طريق، كل طريق مولانا، لا الفضائيات ولا المواقع ولا الكتب ولا المعارض، حتى المعارض منعوا كتبنا في البيعه. كما الان يتمنى لي البعض الله يخلصنا من هذا الزيت، خلصنا. وسمعت بعضهم يقول ملكا الله. اما تطلق على من لا يعتقد بدينك انه لا اخلاق له، هذا خلاف الواقع. ويحرم يحرم يحرم، أكررها 100 مرة، أنه سب ولعن وإهانة مقدسات المسلمين كل البشرية المكاسب. وهذا ما نعتقده أيضا في مسألة ولاية الفقيه لعلماء عصر الغيبة، حكم ولائي صدر من الإمام 12 لغيبته سلام الله عليه. ولهذا بمجرد أن يظهر يستطيع أن يجري الأمر على حاله، ويستطيع ماذا؟ يقول ما أعطيتكم من الصلاحيات في عصر غيبتي الآن شنو؟ بعد ما عندكم صلاحية خلص. ليس من أجزاء الشريعة وجزء ثابت في الشريعة. الآن النظرية القائمة للسيد الإمام، السيد الإمام يعتقد أن نظرية ولاية الفقيه هي جزء ماذا؟ كما الله، التفتوا، كما الله جعل الولاية لرسوله وللأئمة، جعل الولاية لمن؟ ها؟ للفقيه في عصر الغيب. نحن نقول لا، جعلوا الولاية لله ولرسوله جزء ماذا؟ من الشريعة. أما جعلوا الولاية للفقيه في عصر الغيبة، هذا جعل من؟ ها؟ وهذا هو نظر الشيخ المرتضى الأنصاري مولانا، وقرأنا للأعزة في المكاسب أن هذا، ولهذا قال أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قال فإنهم حجتي عليكم، ولم يقل فإنهم حجج الله عليكم، لم يقل عن رواة الحديث فإنهم حجج الله عليكم، قال فإنهم ماذا؟ حجتي عليكم. هذا